سهر بين أمر الأمور والشمس تجري مستقى لله ذلك سكين العزيز الحليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات الأمور أنا حملنا ذرياتهم الملك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا من لم يشاء الله أطعمه إلى الجمهور إلا في قرار مبين ويقولون متى يصل إلينا في بيوتنا وفي قصورنا وفي متاجرنا وفي جميع الأماكن أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذا هو الموت الذي لا يقرع بابا على أحد ولا يقبل بديلا ولا يرحم صغيرا ولا يوقر كبيرا. وعندما نوضع في هذه الحفرة لا يسألنا ربنا عز وجل عن وظائفنا ولا عن الأشياء التي تهمنا في الدنيا، وإنما هناك سؤال يوجه للميت: من ربك وما دينك وما كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أطل في هذا الكلام، كلكم تعرفون ما نتمناه لأخينا سيدي عمر أن يثبته الله بالقول الثابت أن يجيب على هذه الأسئلة، وأحسن الله عزاءكم جميعا ورحم الله هذا الفقيد رحمة واسعة. اللهم ثبت على المسألة منطقة، اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم ثبته أن يقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمه برحمتك، اللهم اسكنه فسيح جناتك، اللهم يمن كتابه، اللهم يسر حسابه، اللهم تقل ميزانه بالحسنات، اللهم ثبت قدمه على الصراط، اللهم اكرمه بالجنة ونعيمها، اللهم لا تبتليه في قبره لما لا طاقة له به، والحقه بنبينا صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عزاؤنا واحد في هذا الفنان، إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاؤنا لجميع الفنانة، وعزاؤنا للأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة ديالو، كان رجلا طيبا، والحمد لله، لله ما أعطى ولله ما أخذ. الشعب المغربي دائما يتعاطف مع الشاب الذي يكون طيبا ويكون خدوما لبلده داخل الوطن وخارج الوطن. هذا رجل ما شفنا فيه غير خير، الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين، الله يثبته عند السؤال ويجعله ان شاء الله من التلة التي تدخل الجنة بغير حساب. لا اله الا الله محمد رسول الله، عليه نحيا وعليه نموت وبه نلقى الله. ماذا اقول؟ ماذا اقول؟ كان رجل طيب رحمة الله عليه، وكانت يعني المعاملة ديالو طيبة مع الناس كلها. الله بغاه سبحانه وتعالى تعدد الأسباب والموت واحد، لنقول لله ما أعطى ولله ما أخذ. اللهم ارحمه برحمتك الواسعة واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وادخله جنة الفردوس الأعلى مع 70,000 الذين يدخلونها من غير حساب يا رب العالمين. ولنذكر الناس سواء فنانين ولا من أي مجال، هذا هو المآل الأخير. عمل خير تجده، تعمل شيء يعني خارج على عد توجده. لهذا أحسن باش يحسن الله لك سبحانه وتعالى، والله يرحمه برحمة الله. وتنرفع العزاء ديالي للأسرة الكريمة صغيرا وكبيرا، اللهم صبرهم يا ربي لأنه حقه كبيرة، حقه كبيرة، حقه كبيرة. الله يرحمه برحمة الله. وعزاؤنا الإخوان الفنانين والناس المحبين ديالو. ولا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وبه نلقى الله.
دعوا معاه الله يجازيكم بخير. لا جازيكم بخير، دعوا مع سي عمر الله يجازيكم بخير. اخويا الاخ كان صديق طفوله، اللهم اغفر لنا وله وتعازينا الحاره العائله ديالو وكل شيء. تيعرف سي عمر الشريف كان ذو الابتسامه وكان دائما غير الضحك يعني كل شيء تيعرفو، ما كاينش اللي ما كانش عنده معاه شي كانت عنده معاه شي ازليه بالعربيه، ما كانش عنده شي حكايه كانت معاه. والله يغفر له والله يسمح له وربي تيبغيه. وبزاف كثير شنو نقول لك، الطفوله ديك العشره ديال كذا 30 عام ولا اكثر، يعني فاش هبط للدار البيضاء كنت انا هو الصديق الاول ديالي معايا في الدار البيضاء، عاش معايا وسكننا جميع والله يرحمه.